شو التوقعات الفلكية لمواليد الحوت على الصعيد العاطفي بشهر كانون الأول ديسمبر 2022؟ عزيزي مولود الحوت، بتقيم حساباتك بدقة على الصعيد العاطفي هالشهر، كأنك عم بتشكك ببعض العلاقات، أو من الممكن إنك تقفل باب بهالشهر وتتوجه إلى جديد بعد معاناة مررت فيها. يعني أنت قدام شيء جديد، قدام إقفال، قدام بداية أو نهاية. أما إذا كنت وحيد فبترغب بملاقات بعض الأشخاص يلي بيحيوا مشاعرك وبيناديك الحب على غير انتظار، والشي بالنص الثاني من الشهر. هلأ إذا صار بالنص الأول ما تقوله سوري، لا أنا ناطرك بالنص الثاني، فيك يعني تستقبله، معلش. تبدو متطلب أكثر من السابق وحريص على الكمال بالعلاقة، وإذا كنت مرتبط من فترة طويلة ومرأت ببعض التجارب تتهرب حاليا من إعطاء جواب نهائي لطلب من الشريك. بتختار يلي بيقدر يكون صديق لإلك، كأنك هالشهر بدك حدا هيك تفضفض له وتحكي يكون صديقك أو صديقتك، أكثر ما يكون بس عشق وغرام ومشاكل غرامية. بتشدد على التلاقي الروحي أكثر من تبادل الرغبات الجسدية، في حين تزدهر حياتك الاجتماعية بشكل لافت، وهالشي بآخر شهر من السنة. باختصار عزيز الحوت، بتتحرر هالشهر من قيد، سواء تعلق بأمر، الأمر بارتباط أو بميل لمغامرات مثلا عابرة. بتنشد الاستقرار وبتشعر بعزوبة التلاقي مع شخص بشاطرك الأهواء والأحلام. يمكن يطلع بالك تطلع تقضي وقت مع صديق لإلك بعيدا عن المهاترات والمناكفات. يمكن يكون بدك تحكي عن أحوالك أو تتسمع إلى الآخر بطريقة الصداقة الغرامية. بتعرف أنه في شيء اسمه صداقة غرامية، يعني منه حب، هو صداقة غرامية، أي صداقة فيها ود، فيها عزوبة، فيها حب التلاقي، يمكن مش أكتر بس كتير حلوة. بسموه أوقات حب أفلاطوني، لا لا مش حب أفلاطوني، مختلف. حب الأفلاطوني كمان طريقة تانية، أفلاطوني يعني عذري، ما في علاقة جسدية. الصداقة الغرامية هي ود، هي شعور بأنه الآخر أنت قريب منك، حابب تحكي معه كل الوقت، تلتقى فيه، تساعده، ويكون في عاطفة أعمق من صداقة عابرة. بقى شو هالفلسفة يعني؟ هلا ما بعرف، بدي لك كل شيء بدي لك إيه، أنه عندك شهر حلو، في عندك صداقة وعندك حب.